أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الساعة الإخبارية. وفي موكب أمني كبير وعلى وقع الموسيقى العسكرية، أتمت مصر نقل العجلة الحربية السادسة والأخيرة للملك توت عنخ آمون من المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين بالقاهرة إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة. استقبال مهيب بالموسيقى العسكرية واهتمام عالمي بنقل الحدث. فما زال الملك الشاب توت عنخ آمون أصغر من حكم مصر من آلاف السنين يبهر الناظرين بمقتنياته. هذه المرة كان الحدث الأبرز هو نقل العجلة الحربية السادسة والأخيرة من المتحف الحربي إلى المتحف المصري الكبير، ليكتمل بذلك نقل كل عجلات توت عنخ آمون لبهو المتحف الأضخم في العالم، إلى جانب أكثر من 5000 قطعة من أهم مقتنياته الأثرية. العجلة الحربية دي هي العجلة السادسة والأخيرة لمجموعة الملك توت عنخ آمون، وبكده يبقى المتحف فيه العجلات الحربية كلها بتاع الستة اللي اكتشفت داخل المقبرة. العجلة الحربية دي كانت موجودة في المتحف الحربي من أكتوبر 1987، تم إهدائها بمناسبة أعياد أكتوبر 87، وتم ردها للمتحف المصري الكبير بمبادرة رائعة من وزارة الدفاع والمتحف الحربي في أعياد أبريل 2018. رحلة نقل عجلة الملك توت عنخ آمون انطلقت من المتحف الحربي القومي بالقلعة إلى المتحف المصري بميدان الرماية، وسط حراسة أمنية مشددة شاركت فيها عناصر من القوات المسلحة، واستغرقت قرابة ساعتين، وتم تغليف العجلة قبل نقلها بواسطة الخبراء الأثريين بصورة تمنع إلحاق أي ضرر بها. المتحف الكبير يخصص مساحة كبيرة لتوت عنخ آمون تبلغ 7000 متر، وهي تعادل نحو 70% تقريبا من مساحة المتحف المصري القديم، ويجعلها محط أنظار العالم بأسره. يوم مهم، افتتاح مؤتمر دولي، دي رسالة علمية، نقل عجلة حربية في وسط النهار هي رسالة أمن، هي رسالة سياحة، هي رسالة أثرية ان احنا حريصين على أثرنا وانها بتتنقل بطريقة لائقة. بنقل آثار الملك الشاب توت عنخ آمون ومن قبله الملك رمسيس الثاني، تكون مصر قطعت شوطا كبيرا نحو افتتاح مشروع المتحف المصري الكبير جزئيا في نهاية العام الجاري، ليصبح أكبر متحف في العالم يضم آثار حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أسامة أبو الخير، مدير معامل الترميم بالمتحف المصري الكبير. دكتور أهلا بك ومرحبا. أهلاً في بك. البداية، كيف رأيت عملية نقل العجلة الحربية للملك الشاب واستخدام الموسيقى العسكرية في عملية النقل؟ هو احتفال سياسي ثقافي أثري سياحي بالنسبة لنقل الملكة العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون. هي ليست العجلة الأولى اللي تنقل للمتحف الكبير، لكن هي العجلة السادسة والأخيرة. وتم الإعداد للاحتفال ده في مدة قصيرة جدا، يعني في خلال 4 أيام فقط تم الإعداد للاحتفال مع القوات المسلحة، وكان الهدف منها هي زي ما قال سيادة الوزير إرسال رسالة إلى العالم كله إن مصر آمنة. إحنا بننقل العجلة الحربية الساعة 10 الصبح علشان تصل لمقرها في المتحف المصري الكبير في معامل مركز ترميم الساعة 12. يعني معناها ان احنا عندنا امان كامل بان احنا نتحرك في شوارع القاهرة وتبدأ العالم كله يشوف قد ايه احنا بنبذل مجهود، او الاساليب حتى العلمية الحديثة اللي موجودة في عملية النقل بالنسبة للاثار اللي تمت، اللي بتصل ل 43 الف قطعة حتى الآن. 43,247 قطعة تم نقلهم من عموم مناطق ومتاحف الجمهورية إلى مقر المتحف الكبير وبأيدي مصرية. طيب دكتور، عايزين نعرف تاريخ هذه العجلة أو منذ اكتشافها تحديدا وحتى وصولها للمتحف النهاردة، ودور القوات المسلحة أيضا في عملية النقل. هو في الحقيقة اكتشفت طبعا في أيام مقبرة توت عنخ آمون سنة 1922، وعلى مدار 90 سنة موجودة العجلة في مقرها وكانت المتحف التحرير لغاية سنة 87. العجلة دي الوحيدة اللي ما تمش فيها أعمال ترميم بداية الاكتشاف. كانت البداية إنها كانت موجودة في مخازن المتحف
التحرير وخرجت لعمليات الترميم. كان قام بعمليات الترميم دي الأستاذة الدكتورة نادية لقمة، هي متخصصة أو مستشارة الترميم بتاع الوزارة، وقامت بعمل دي. لا تتخيلي حضرتك أنه عجلة مفككة وبيصل عدد قطع الأخشاب اللي فيها لـ200 قطعة، أنها تصل في النهاية إلى الشكل البنائي بتاعها. وبعد كده لما حصل أنها خلصت العجلة ترميم، كان في احتفالات أكتوبر جاية، فتمت القوات المسلحة طلبت أنها تاخد العجلة للمتحف الحربي. وطبعا القيادة السياسية أيامها والقيادة الأسرية وافقت، لأن القوات المسلحة هي الدعم الأساسي بالنسبة للبلد كلها. فاتنقلت العجلة الحربية. بعد كده لما بدأنا نفكر في موضوع المتحف المصري الكبير، متحف مصر الكبير هيعرض كل المجموعة الخاصة بالملك توت عنخ آمون في كل أنحاء الجمهورية. نقلت الآثار بتاعته من الأقصر، نقلت الآثار بتاعته من متحف النسيج، بقى فاضل عندنا العجلة الحربية فقط هي اللي عايزة تتنقل من المتحف الحربي إلى المتحف المصري الكبير. اللي حصل إن حصل تنسيق مع القوات المسلحة، إدارة المتاحف العسكرية، مع كافة الإدارات المعنية بالقوات المسلحة سواء الشؤون المعنوية أو الشرطة العسكرية، واتعمل اجتماع موسع في يوم الأربع اللي فات. ومن خلال الاجتماع ده تم التنسيق لكل اللي حضراتكم شفتوه النهارده، يعني حاجه رائعه. القوات المسلحه لما بتبدا تقوم بعمل او بتشارك في عمل بتؤديه على اكمل وجه. الحمد لله. حضرتك اكدت على الدور اللي تقوم به وزاره الاثار في عمليه الترميم، واعتقد ان هذه العمليه هي اهم عمليه طبعا خروج الشكل الاثري بالشكل الصحيح. طيب انتم في معامل الترميم، ما هي التكنولوجيات اللي بيتم الاعتماد عليها في عمليه الترميم، والخبراء ايضا خبراء الترميم هل هم مصريين هل هم اجانب؟ يعني اعطينا صوره كامله لمعامل الترميم. هو معامل الترميم احنا بنملك في مركز الترميم 7 معامل ترميم، من اكبر 7 معامل ترميم في العالم، وبيعتبر اكبر مركز ترميم في العالم، مساحته 32,000 متر. البدايه ان احنا اخترنا كوادر شابه، واخترنا يمكن كانوا لسه متخرجين سنة 2010، واخترنا 3 مستويات بالنسبة لعملية التعيين أو الوجود في المتحف المصري الكبير، من ذوي الخبرة ومتوسط الخبرة وحديث التخرج. وكان الهدف من ده ان احنا نعمل عملية مد لعمر مركز الترميم واكساب خبرات جديدة للخبرات اللي موجودة عندنا. وده تم بالفعل، ان احنا عملنا في خلال الفترة اللي فاتت 103 دورة تدريبية، منها 34 دورة تدريبية في الخارج ما بين اليابان، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، فرنسا. وده أثقل ولادنا في المركز خبرات كبيرة جدا في جميع مجالات الترميم، إلى جانب نقطة التخصصية، ودي ما كانتش موجودة قبل كده، إن إحنا بقى عندنا معامل خاصة بالأخشاب، معامل خاصة بالأحجار، معامل خاصة بالمواد العضوية سواء البردي أو النسيج أو فكل معامل خاصة بغير عضوي زي الفخار والعاج والمعادن والزجاج. وبالتالي بقت عندنا كوادر متخصصة. الكوادر المتخصصة دي إحنا دعمناها فنيا ودعمناها من ناحية التدريب تدريبيا. بقى ناقص النقطة الثانية الأكاديمية. النهارده الحمد لله احنا عندنا 15 دكتوراه موجودين في المركز، عندنا 32 ماجستير، وده عدد كبير جدا انه يتواجد في مكان واحد. ما بقاش مركز ترميم بس، بقى مركز ترميم بحثي علمي يقدر ولادنا ان هم ينافسوا بيه على مستوى العالم. طبعا دكتور حضرتك وضعت الحديث حول الشباب ودورهم في تسلم الرايه، طبعا لان مصر الان تتقدم في من الدول اللي لديها حصه كبيره من الاثار، وانها دوله سياحيه بتعتمد في السياحه في المقام الاول على الاثار. هل مصر بها كليات ومراكز للاثار قادره على تجهيز فعلا الشباب بصوره عامه، الشباب المصري لتسلم الرايه والمضي قدما في مجال الاثار المصري والحديث عن الاثار المصريه؟ في الحقيقه احنا لما دخلنا كليه الاثار كان في كليه اثار واحده بس تابعه لجامعه القاهره. النهارده بقت في 7 كليات اثار موجودين، الى 7 معاهد او 5 معاهد متخصصه في مجال الاثار. حتى وزاره الاثار عملت من سنة 92 أنشأت مدرسة لترميم الآثار، والمدرسة دي موجودة في مدينة نصر. يبقى أنا حضرنا أو جهزنا الفنيين وجهزنا اللي هم مساعدين الأخصائيين وجهزنا الأخصائيين، وده كان الهدف إن احنا يبقى في عندنا كوادر بتسلم بعضيها. صحيح. إلى جانب التخصصية، وده اللي حطه المتحف الكبير. إن إزاي تبقى في تخصصية في مجال الترميم، لأن الترميم ما أصبحش مهنة، أصبح علم. صحيح. ولأنه أصبح علم فقت فيه أبحاث، بقت فيه ماجستير، بقى فيه دكتوراه،
كل واحد متخصص في ماده معينه او ماتيريال معين من المواد الاثريه، وبالتالي بترفع شان عمليات الترميم الى جانب المؤتمرات اللي شاركنا بيها خلال الفتره اللي فاتت. احنا شاركنا في اكتر من 8 مؤتمرات، والثمان مؤتمرات قدمنا فيهم اكتر من 80 ورقه بحثيه وقبلت من المركز عندنا، وده كان هدف اساسي لرفع شان المرممين والترميم في مصر باذن الله. هل يمكن ان يصل الشباب المصري لمرحله، او تصل الدوله المصريه لمرحله ان البعثه او بعثه اثريه ما في مكان اثري ما هي بعثه مصريه 100% وقادره على اكتشاف يعني اثر مصري قديم والحديث عنه بصوره علميه وبصوره محترفه؟ هو بالفعل في بعثات مصريه موجوده دلوقتي ومصريه كامله، ويمكن كان في المؤتمر بتاع توت عنخ امون الرابع النهارده كان بيتكلم الاستاذ الدكتور زاهي حواس، وكان بيتكلم عن البعثه المصريه اللي شغاله في الجانب الغربي او في الغرب الاقصر والمكتشفات اللي عملوها. فلا عندنا عندنا موجود، وعندنا علماء الاثار لا يضاهيهم معالم في العالم كله، لانه احنا بقت في عندنا سيكولوجيه ما بيننا وما بين الاثار. يعني احنا بطبيعتنا او بطبيعه الشعب المصري هو فنان بطبيعته. لما حضرتك بتشوفي الفنون او بتشوفي الصناعات اللي تمت، التكنولوجيا الصناعه اللي كانت موجوده في عهد الفراعنه، هنعرف ان المصريين بطبيعتهم كان عندهم ده، وكانوا دؤوبين جدا، لان في حاجات الناس كلها بتذهل لما تقف قدامها من الدقه والروعه اللي موجوده فيها. لكن بعثات، طبعا بعثات موجوده في مصر، لكن هي عايزه تزيد، يعني تحصل عمليه انتشار شويه، وده هيتم تدريجي، لان المفترض ان خصوصا في الفتره اللي فاتت، في خلال 3 سنين اللي فاتت، بدات تتوجه بعثات متخصصه لعمليه التنقيب عن الاثار من الاثريين موجودين. في بعثه موجود فيها الدكتور زاهي حواس، بعثه ثانيه الدكتور مصطفى وزيري، في بعض اساتذه الجامعه عاملين بعثات، كليه الاثار ليها بعثه حفاير وليها حاجات كتير طلعت من منطقه سقاره، فموجود عندنا البعثات. طيب، الحمد لله. اذا تحدثنا طبعا عن المتحف المصري الكبير واهميته، وعايزين نعرف مقتنيات هذا المتحف بصوره مختصره، وعايزين كمان نعرف أهمية هذه المقتنيات لتكون مصر تقدم هدية للإنسانية جمعاء من خلال هذا المتحف. المتحف المصري الكبير هو مؤسسة ثقافية متكاملة، مش عبارة عن متحف بيعرض معروضات فقط. إجمالي الآثار اللي تم وضعها أو رصدها للمتحف المصري الكبير 100,000 قطعة أثرية من عموم مناطق ومتاحف الجمهورية. ال 100,000 قطعة أثرية دول أهمهم اللي هيتعمل فيهم الافتتاح الجزئي بإذن الله في نهاية 2018، مجموعة الملك توت عنخ آمون اللي كان معروض فيها في المتحف المصري في التحرير غاية يومنا هذا هم 2006 قطعة، هيتعرض في المتحف المصري الكبير أكتر من 5300 قطعة يبقوا موجودين. عندنا في الجراند ستيركيس برضه هيبدأ مفتوح، وده السلم الضوئي والدرج العظيم ده هيبقى عليه 87 قطعة بيمثلوا بعض العناصر المعمارية وملوك العظام لمصر القديمة لاستقبال الزائر، في مقدمتهم تمثال رمسيس الثاني. طيب، ما هي جهود الوزارة واستعداداتها طبعا احنا مع اقتراب موعد افتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير، ما هي استعدادات الوزارة ليكون هذا الافتتاح مشرف ويليق بما يمتلكه هذا المتحف من مقتنيات؟ الوزارة بتعد لافتتاح المتحف الكبير مش في خلال الفترة دي، من أكتر من سنة بنعد لافتتاح المتحف الكبير، وعايزة الوزارة، الفكر بتاع الوزارة إنها تبقى افتتاح عالمي. افتتاح عالمي هيبقى القيادة السياسية بتفتتح المتحف، القيادات السياسية في العالم كله تشارك في هذا الافتتاح، إلى جانب إنه هو بالفعل أكبر متحف على مستوى العالم، 117 فدان. 117 فدان، مساحة العرض فيه 93,000 متر مربع، ده عرض المقتنيات بس، إلى جانب الخدمات اللي هتبقى موجودة. وبالتالي الوزارة عاملة عملية الدعاية بالنسبة للمتحف، أو الماركتينج بالنسبة للمتحف، بتسوقه بطريقة رائعة جدا. موضوع المؤتمرات اللي بيتم في الوقت الحالي، موضوع المعارض اللي بتطلع بالنسبة للمتحف المصري الكبير علشان تقدر تعمل عملية التسويق، إلى جانب ما بتبخلش بأي حاجة بالنسبة لاحتياجات المتحف خلال الفترة اللي فاتت، من سنة فاتت تقريبا إلى وقتنا الحالي، وبالتالي بنقدر نعمل عملية الإنجاز أو بننجز بإذن الله، ماشيين في خطوات سريعة يعني. هل سيقدم المتحف المصري رفاهية رؤية الآثار المصرية، ولكن أم سيكون هناك مراكز أخرى لتتيح للباحثين دراسة الآثار المصرية وليس فقط رؤيتها ومشاهدتها؟ أنا قلت لحضرتك إن المتحف مؤسسة ثقافية، مش هيقتصر فقط على العرض المتحفي. العرض المتحفي ده جزء،
احنا هنعرض 50,000 قطعة أثرية بعد الافتتاح الكامل بالنسبة للمتحف. وقلت لحضرتك ان احنا هيبقى فيه 100,000 قطعة أثرية. ال 100,000 قطعة، ال 50,000 قطعة الأثرية التانيين محطوطين للدراسة، إلى جانب في مركز معلومة موجود لأي دارس أو باحث عايز يتحرك في مجال الآثار، سواء في مجال الفنون أو مجال التاريخ أو مجال الحضارة أو مجال الترميم، هيلاقي فيه مركز المعلومات اللي موجودة اللي يقدر يساعد كل الباحثين في عملية دراسة الآثار المصرية. ودير الآثار أكد في حديثه أن الافتتاح الجزئي للمتحف هيكون مفاجأة للعالم أجمع. هل بالفعل مصر وليس مصر فقط، العالم في انتظار مفاجأة في وقت افتتاح الجزئي للمتحف؟ بالفعل هتبقى مفاجأة كبيرة جدا، لأنه الفكر بتاع سيادة الوزير مع القوات المسلحة كمان داخلة، مع وزارة الاستثمار، مع وزارة التخطيط، مع محافظة الجيزة، يعني عايز أقول لحضرتك إن مجموعة من الوزارات والإدارات كله بينسق لعملية الافتتاح. مترو الأنفاق هيبدأ يتعمل قدام المتحف، الطرق حوالين المتحف هتبقى سلسة جدا وسهلة. علاوة على كده هيبقى فيه احتفال رائع لعملية الافتتاح، والتجهيزات بتبدا له من دلوقتي. احنا هنبدا من اخر 2018، انا بقول لحضرتك من سنه واحنا بنجهز بالفعل لعمليه الافتتاح، فهتبقى منظومه كبيره جدا هي اللي مسؤوله عن عمليه الافتتاح. طبعا راينا هناك اهتمام وحرص من وزاره الاثار على التعامل المباشر مع وسائل الاعلام بالحديث عن ليس فقط في هذا الحدث ولكن في اكتشاف معين او ترميم اثر معين. كيف ترى اهميه وسائل الاعلام والتعامل المباشر معها في نقل جهود وزاره الاثار في مجال البحث عن الاثار والتنقيب عنها ايضا، وعكس صوره مصر السياحيه الاثريه للعالم؟ احنا حضرتك بعد الثورة حصل عندنا مشكلة في عملية تواجد السياحة في مصر، الى جانب انخفاض معدل السياحة، انخفض بمعدل كبير جدا. الحمد لله السنتين اللي فاتوا بدأ المعدل يعلى. كان من الضروري جدا ان تتم الدراسة، الوزارة هي اللي تبقى مسؤولة عن هذا الموضوع. علشان ندرس او الوزارة لما درست هذا الموضوع، ازاي اقدر اعمل تسويق بدون اعلام؟ الإعلام هو الشعلة الأساسية بالنسبة لي في عملية التسويق، إلى جانب أنها من خلال الإعلام أنا بقدر أنفتح عالميا، ما بقاش العملية في داخل مصر دلوقتي. وبالتالي بدأت حركة السياحة تكتر بشكل كويس قوي، أو تزيد بشكل كويس. بدأ عملية الأمان أو الإحساس بالأمان للسياح بقى يوصله، بقى فعلا يوصله، لأن إحنا جينا في فترة كان في تخوف شديد جدا، أو في بلاد كانت متخوفة شديدة جدا من الناحية الأمنية بالنسبة على مواطنيها. لكن النهاردة لا، إحنا بيجيلنا بعثات حتى في مركز الترميم. النهاردة اتفتح موضوع الزيارة بالنسبة للسياح، على كان بتعاون مع أو بروتوكول عمله السيد الوزير، بأن إحنا بقى في عندنا قائم إنه يجيلنا 50 سايح في اليوم. ال50 سايح في اليوم، السايح بيدفع $200 علشان ده عشان يزور الاثار بتاعه الملك توت عنخ امون وبقيه الاثار اللي موجوده من قبل ما توضع في الفترين، لانه هيشوف فيها ديتيلز او تفاصيل هتبقى اعلى. وبالتالي هذا الموضوع ماشي. دي عمليه تسويقيه، شركات كبيره او شركات سياحيه كبيره جت زارت المركز قبليها وحددت. طب ليه $200؟ يعني كتير ان احنا ندفع $200 للفرد الواحد. لكن لما جم يعني شجعوا الموضوع جدا، وبدات بالفعل في تنشيط كبير يعني بالنسبه لهذا الموضوع. نقول ان فعلا في اهتمام كبير من وسائل الاعلام لمتابعه حركه الاثار المصريه في مصر في هذه الفتره تحديدا، واللي بتشهد اهتمام من جانب الدوله لوزاره الاثار في المضي قدما لاكتشاف المزيد من الاثار. هي وسائل الاعلام دلوقتي تعتبر المركز التسويقي بالنسبه لوزاره الاثار، وده بيدعمنا كتير جدا في تنشيط السياحة، وبيدعمنا كمان في شغلنا. لأن احنا لو ما كانتش وسائل الإعلام عملت ده في خلال الفترة اللي فاتت، ما كناش هنقدر نعمل أو يقدر السائح يدخل ويخرج وهو مرتاح وحاسس بأمان بالنسبة للموضوع. وبالتالي بالفعل وسائل الإعلام بقت سند بالنسبة لوزارة الآثار في خلال الفترة اللي فاتت. طيب بالحديث عن السياحة، ما هي النسبة التي يستحوذها قطاع الآثار في السياحة المصرية تقريبا؟ يعني تقريبا نسبه السياحه او نسبه الاثار بالنسبه للسياحه لا تتعدى 20% النهارده. لكن احنا بنامل ان في خلال الفتره اللي جايه ومع افتتاح المتحف الكبير هتوصل لاكثر من 40 45%،
وهذا يبقى ده عدد كبير بالنسبه لنا جدا. طيب في البعثات المصريه حضرتك تحدثت عن وجود بعثات مصريه بالفعل لطبعا عمليات الاستكشاف والكلام ده كله. البعثات التي اختصت بالاستخراج اللي هي المقتنيات الخاصه بالمتحف المصري والخاصه تحديدا بالملك توت عنخ امون، هل كانت بالفعل بعثات مصريه ايضا ولا كانت فيها بعثات ربما فرنسيه والمانيه؟ لا، هي كانت بكارتر هو كان مكتشف هذه البعثه، ودي كانت بعثه انجليزيه، وكان المبدا فيها ان هو يبدا او هو اللي بدا عمليه الحفر وبدا عمليه التدريب، لكن بعد كده بدات تدخل البعثات المصريه او اليد المصريه فيها. هو كارتر ما اشتغلش لوحده، يعني اشتغل بيها بايدي مصريه، فانما مع اكتشاف المقبره بدات الاهتمام الاكبر اللي يبدا يظهر هذه المقتنيات بالنسبه للملك توت عنخ امون كان كلها ايدي مصريه. من بدء بقى نقلها من منطقه اثار الاقصر الى المتحف التحرير، من بدء الترميمات بتاعتها الشغل بتاعها بدات الايدي المصريه هي اللي تبقى مسؤوله عن هذا العمل او هذا الانجاز الضخم. طيب دكتور، عايزين نتحدث ايضا عن قطاع المشروعات تحديدا في وزاره الاثار، اهميه هذا القطاع واهم المشاريع اللي بيضعها في اولوياته في الفتره المقبله ومع كل الاكتشافات الحصريه اللي حدثت في الفتره الاخيره. قطاع المشروعات بالنسبه لوزاره الاثار هو القطاع الهندسي اللي بيتم بدعم كل الامور الهندسيه بالنسبه للمباني او المقابر او الورش اللي موجوده اللي بتدعم حركه اللي بتحتاجها بقيه القطاعات. يعني هو قطاع هندسي مهم جدا، بتبقى فيه ترميمات بالنسبه للمباني سواء كانت في العصر الاسلامي او في العصر اليوناني الروماني او في العصر الفرعوني ايا كانت، فبتبدا فيه قطاعات متقسمه الى ادارات هندسيه موجوده متخصصه في كل القطاعات علشان تقدر تقدم الدعم الهندسي بالنسبه لها. الدعم الهندسي ده معناها ان احنا عندنا مهندسين ومتخصصين مسؤولين عن عمليات الترميم المعماري اللي بيتم فيه المنشات الاثريه اللي بتبقى موجوده، الى جانب دعم للفكر الترميمي اللي بيناسب الاثار، لانه عمليات الترميم العاديه لو انا برمم البيت عادي فده عادي، لكن لو برمم قصر بتبقى فيه بعض التحفظات وبعض طبعا. فده القطاع المشروعات هو المسؤول عن هذا الموضوع، وقطاع غني جدا بالنسبه لنا، وهو من القطاعات المهمه قوي بالنسبه لدعم العناصر المعماريه والاثار الاثريه او المباني الاثريه. طيب سنتحدث بالطبع تفاصيل حول قطاع المشروعات في وزاره الاثار ودور واهميته، ولكن بعد الفاصل. دكتور اسامه محمد ابو الخير مدير عام الترميم في المتحف المصري الكبير، مشاهدينا فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه التغطيه، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا إلى هذه الساعة الإخبارية التي نغطي فيها عملية نقل العجلة الحربية للملك الشاب الملك توت عنخ آمون. إذا إلى ذلك، قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار إنه يتم الآن تجميع 5893 قطعة من أثار الملك توت عنخ آمون لعرضها بالمتحف المصري الكبير للمرة الأولى. يجمع ولأول مرة مجموعة آثار توت عنخ آمون من متاحف مصر لتعرض في المتحف المصري الكبير لأول مرة، مجموعة متكاملة 5398 قطعة. من أقل من 25 يوم تم نقل 122 قطعة من آثار توت عنخ آمون من متحف الأقصر. والبعض بيستفسر المكان بتاعهم فاضي؟ لا، البعثات المصرية اللي كانت تعمل في درع ابو النجا بالبر الغربي في الاقصر تم الكشف عن عدد كبير جدا من الاثار، الاف من التماثيل الوشبتي، الاقنعه، الاوبجكتس الجميله اللي تم الكشف عنها كلها اتعملت ريبليس، احلال، اتحطت مكان اثار توت عنخ امون. وكل الزائرين ابدوا اعجابهم تماما بقطع الاثار اللي حلت محل ال 122 قطعه داخل متحف الاقصر. من جهته قال عالم المصريات زاهي حواس إن كنوز الملك توت عنخ آمون لا تنتهي، مشيرا إلى أن أبحاثا كثيرة تعكف عليها بعثة مصرية متكاملة في منطقة وادي القرود من أجل الكشف عن المزيد من أسراره. توت عنخ آمون أنا لسه بتكلم النهارده إن دايما كل سنة في حاجة جديدة. أنا النهارده وأنا اتكلمت في المحاضرة بتاعتي عن كل ما هو جديد.
لما حفرنا جنب توت عنخ آمون، لما بندور على عنخ إسئن آمون زوجة الملك توت عنخ آمون، لما طلعنا بالدي إن هي عيلته أبو إخناتون، أمه الموميا اللي موجودة في المقبرة رقم 35، الموميا بتاع جدته الملكة تي، لما عملنا كشفنا زي مات، لقينا إنه ما اتقتلش، لا بالعكس مات، كان عنده مشاكل صحية ومات هو بيصيد الحيوانات المتوحشة في صحراء منف. الحفائر اللي أنا بنعملها دلوقتي في وادي القرود من أهم الحفائر، بعثة مصرية متكاملة بتدور على مقبرة زوجته. فإذا ده كل ما هو موجود، لأن توت عنخ آمون دايما بيدي إثارة، ولأن هو من أهم فراعنة مصر ومن أهم ملوك مصر، عشان كده لما بيسافر برا بيعمل دعاية لمصر في كل مكان. للمزيد معنا عبر الهاتف الدكتورة نادية لقمة، خبيرة الترميم وممرر العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري. دكتورة أهلا بك ومرحبا، بالطبع ستشرفين على ترميم العجلة الحربية، ومعي دكتور أسامة محمد أبو الخير مدير عام الترميم في المتحف المصري الكبير، والحديث عن عدد من التكنولوجيات التي يعتمدها هذا القسم في عملية الترميم. متى سيتم ترميم العجلة الحربية؟ الو، نعم دكتوره ناديه، هل معي؟ هل انت معي؟ والحقيقه المفروض العربيه مترممه، لكن هو دلوقتي بيتعمل لها عمليات استكمال. هي العربيه في الاول كانت عباره عن قطعه من الخشب، حوالي 200 قطعه من الخشب محفوظين في صندوق كبير محطوط في مخازن توت عنخ آمون في المتحف المصري. الكلام ده تم يعني في السبعينات، السنه اللي فاتت، كان القرن اللي فات. حاليا العربيه طبعا حالتها احسن، انها اتعالجت وبقت كويسه واتجمعت وكانت معروضه في المتحف الحربي، واتنقلت دلوقتي للمتحف الكبير. المفروض ان هي هيتعملها ان شاء الله في المتحف الكبير في قسم الترميم هناك، في اللي هو الاخشاب، هيتعملها عمليه ترميم اللي هي لاعداد جديد ان شاء الله بما يتناسب مع وضعها في العرض في المتحف. طيب دكتورة نادية، ماذا عن الدعم المقدم من وزارة الآثار في هذه العملية تحديدا، ولما لها أهمية طبعا بالنسبة للاكتشاف الأثري المهم؟ معلش سوري أنا مش فاهمة، تقصدي إيه الدعم الأثر؟ نعم، الدعم المقدم من وزارة الآثار من حيث الخبراء المتواجدين في قسم ترميم في المتحف المصري الكبير، وكذلك الدعم المادي والمالي للوزارة. متهيألي اللي يجاوبك على الكلام ده الدكتور أسامة أبو الخير، لأن دي جزء من متطلبات وظيفته. أنا أقدر أجاوبك على الناحية الفنية، أقدر أجاوبك على الناحية التكنيكية، فهماني؟ لكن أما فما يخص في هذه الأمور ده الدكتور أسامة هو اللي يقدر يجيك الرد. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتورة نادية لقمة، خبيرة الترميم ومرممة العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري. عودة لي الدكتور أسامة محمد أبو الخير مدير عام الترميم في المتحف المصري الكبير، ربما لك أن تجاوبنا على السؤال التي لم تستطع عليها دكتورة الإجابة عنه، وهو الدعم المقدم من وزارة الآثار في هذه العملية تحديدا. هو الدعم بالنسبة للعجلة الحربية هو مش للعجلة الحربية لوحدها، عمليات الترميم بصفة عامة. الدعم بدأ من بداية التجهيزات اللي تمت في مركز الترميم. التجهيزات تمت على أعلى مستوى، أعلى تكنولوجي موجود في العالم بالنسبة للأجهزة اللي موجودة، الماتيريال، الأدوات، وده كان الدعم الأساسي. الدعم الحالي إنها بتدعم الكوادر الأول، وده كان ده تطبيقا لسياسة الدولة كلها. ما عندناش حد من الشباب عندنا عايز يخرج لدورات تدريبية بيمنع، ما عندناش حد من الشباب بيقدر في أي وركشوب عايز هيطلعه بيطلع، مؤتمرات بيطلع، وبالتالي أنا بدعمه من ناحية الأكاديمية والفنية. الناحية التانية كل الاحتياجات العمل بمركز ترميم متحف مصر الكبير الوزارة بتدعمه وبتدعمه بسخاء، يعني بتحاول الوزارة انها ما يبقاش فيه اي نواقص بالنسبة للإجراءات العادية للترميم والإجراءات الخاصة، سواء من بداية من عملية النقل للآثار، لان احنا عندنا فريق نقل على اعلى مستوى عالمي. يعني لو حضرتك النهاردة شفتي العجلة وهي منقولة، عملية التغليف بتاعتها وعملية النقل تمت ازاي، ده اعلى تقنيات عالمية بتقامت بها الادارة المعنية بها، بيرقصها واحد من المدربين في على عملية النقل والتغليف الدكتور عيسى زدان، مسؤول عن الفكر، ايه هو الفكر الجديد، يعني هو على اتصال مباشر بكل ما هو جديد في هذا المجال، وبالتالي كل التقنيات الحديثة بتتم. احنا عندنا دعم مادي موجود، عندنا دعم فني موجود، عندنا دعم اكاديمي موجود،
فالوزارة دلوقتي مش دعمتنا بس كده، ده هي دعمت العمل الأثري بالكامل في مصر من خلال كل احتياجات العمل. صحيح، والأدوات اللي من 20 سنة مش زي الأدوات في العصر الحالي. ده اللي كنت أتحدث معه الدكتور نادية أن هو أكيد هم في الجانب الفني قامت وزارة الآثار بتدعمهم بأدوات أكثر يعني حديثة أكثر وقريبة للتكنولوجيا المعاصرة لترميم الآثار. دي حقيقة، لأن إحنا مركز الترميم بيحتوي على مركز بحثي وعلمي في أعلى تقنيات أجهزة بتصل ل 42 مليون جنيه أجهزة علمية لعمليات الفحوص والتحليل قبل بداية العمل الترميم، لأن الترميم ما بيتمش عشوائي، الترميم بيتم بإن إحنا بيبقى فيه تقرير، بعد كده بتبقى فيه دراسة بالنسبة للحالة، كل قطعة أثرية بتدرس على احتياجات القطعة الأثرية إيه، بنبدأ نعمل عمليات الترميم بتاع أو عمليات العينات بتاعتها ونشوف العينات إيه، التحاليل بتاعتها والفحوص بتقول إيه، وبعد كده حط خطة العلاج اللي بتبقى موجودة. وبالتالي إذا كان عندنا دعم بهذا التكنولوجي أو بتكنولوجي عالي إلى جانب خبرات إلى جانب تدريب، اعتقد ان احنا وصلنا لتكنولوجي كويس جدا. صحيح. وكان الدكتوره الاستاذه الدكتوره ناديه لوما كانت معانا النهارده موجوده وكانت بتثني على وجود المركز من 2010 لغايه النهارده بنفس المستوى، والولاد شغالين بنفس الاداء لانهم ولادها، يعني احنا كلنا تقريبا ولادها واخواتها الصغيرين، لان هي دعمتنا لانها كانت في البدايه من الناس اللي حطوا الاساس في عمليه التاسيس معامل او مركز الترميم بصفه عامه. بالتزامن مع نقل طبعا العجله الحربيه كان هناك انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للملك توت عنخ امون. اهميه هذا المؤتمر واهم الحاضرين فيه لطبعا ايضا نقل جهود وزاره الاثار ومجال وملف الاثار عموما وتحديدا فيما يخص الملك الشاب للعالم. مؤتمر الرابع للملك توت عنخ امون هو منطلق او انطلق تحت كلمة أو تحت مسمى الأسلحة والتماثيل. كل سنة كنا بنعمل في الثلاث سنين اللي فاتت عنوان معين أو بناخد جزء معين من مقتنيات الملك توت عنخ آمون ونطلق منها المؤتمر. المؤتمر المرة دي له أهمية خاصة، استعداداته كانت خاصة جدا، عدد المؤسسات الأجنبية المعنية في مجال الآثار كان كبير جدا، وكنا داعين عدد كبير جدا، وجالنا النهارده كعدد يصل الى 80 مؤسسة علمية سواء معاهد أجنبية او سواء متاحف، وجم حضروا المؤتمر او فعاليات المؤتمر. الموضوع ده مش موضوع أثري فقط، هو موضوع أثري، آثار ملك توت عنخ آمون نقدر نقول انها بتدرس كل يوم، وكل يوم بنكتشف فيها حاجات جديدة او بنكتشف فيها معلومات جديدة، ولكن الحقيقه انها عمليه الازاحه بالنسبه للغمامه اللي كانت موجوده عندنا، ازاي بتدخل الاجانب مصر في كل مؤسسات خاصه بمجال الاثار، انها نقدر نعمل معاها هذا التسويق العالي جدا للمتحف المصري الكبير، مش لمقتنيات الملك توت عنخ آمون بس، ولكن هو الملك الذهبي، وبنقدر او قدرت الوزاره تستغل وجود الملك توت عنخ آمون او الملك الذهبي في انطلاقه جديده على العالم لافتتاح او لجذب السياحه الى مصر. حضرتك تحدثت عن ضرورة دعم الشباب وتأهيل الشباب لتسلم الراية الخاصة بالعلماء الآثار المصريين المتواجدين في مصر. طيب، أهمية أيضا دعم علماء المصريين المهتمين طبعا بالآثار المصرية مثل زاهي حواس مثلا أو عدد كبير من العلماء المصريين المهتمين بالآثار المصرية، أهمية دعم هذه الشخصيات لتكون قائدة لتعلم الشباب المصري لاستكمال هذه المسيرة. في الحقيقة احنا معانا عدد كبير جدا بالنسبة للمتحف الكبير، عدد كبير جدا من الأساتذة والعلماء المصريين اللي بي 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 بيستمروا في ان احنا او بيصروا على ان احنا يبقى في عندنا دايما محاضرات، عندنا ندوات بالنسبة للشباب اللي موجود، ندوات بالنسبة في المتحف المصري في التحرير في كله، ولكن في التركيز في المتحف الكبير هم بيعملوا لنا ندوات. وكان لسه عندنا الأستاذ الدكتور محمد صالح ده أحد علماء الآثار بتوعنا، كان عامل ندوتين عندنا في المتحف المصري لعملية العرض المتحفي، إزاي هيتم العرض المتحفي وشكله إيه. الجيل الجديد كله ما عندوش عنده طموح وعنده تصور وبيقرا، ولكن ما شافش ده ازاي. صحيح. هو جاب له كل التقنيات اللي موجوده في العرض المتحفي في العالم وحطها قدامه، فكر وشوف ايه اللي نقدر نعمله يبدع في هذا المجال.
أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أسامة محمد أبو الخير مدير عام الترميم في المتحف المصري الكبير على هذه الساعة اللي غطينا فيها عملية نقل العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون. إذن مشاهدينا إلى هنا تنتهي هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.